أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة على حرص المجلس الأعلى للصحة على تعزيز جهود تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية لمختلف المرضى، مما يرسخ المكانة التي يحظى بها القطاع الصحي بمملكة البحرين. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه المختبر المركزي بمجمع السلمانية الطبية المزود بتقنيات الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والمتطورة. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة مريم عذب الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن تدشين هذا المشروع ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع والعمل على قدم وساق حتى يظهر المشروع بصورة تعكس مدى تطور المنظومة الصحية بمملكة البحرين وارتقائها بالخدمات الصحية التي تضعها في مصاف الدول المتقدمة حول العالم. ويحتوي المختبر المركزي الجديد على أنظمة متكاملة وأجهزة متطورة تقدم أعلى نسبة إنتاجية في المنطقة، كما يتميز بقدرته على إنجاز أكثر من 12 ألف عينة في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين بنسبة 50% عن الوضع الحالي وبقدرة تخزين أكثر من 46 ألف عينة. كما يساهم النظام الإلكتروني الجديد في سرعة استقبال وتحليل العينات بوقت قياسي ليخدم مرتدي مجمع السلمانية الطبي والمؤسسات والمستشفيات الصحية الخاصة على مستوى مملكة البحرين. اليوم سعداء يوم بافتتاح منطقتين في مستشفى السلمانية. الأول هو المركز المختبر، وهو مختبر رئيسي في المستشفى السلمانية والمستشفيات الحكومية، هو تقريبا من أكبر مستشفى المخابر في البحرين، ويخدم السلمانية ويخدم المستشفيات الحكومية بالإضافة للمراكز الصحية. وكمية يعني الفحوصات اللي تصير فيه في الساعة 2050 تقريبا، وعد معناته انها تسوي تكفي متطلبات المستشفيات اللي تعامل معها بسرعة. طبعا المعلومات عقبها ما يخلص الفحص من المكاين تروح عن طريق الكمبيوتر الى الكمبيوترات في المراكز اللي طلبتها، فيكون المعلومات عندهم مباشرة وبسرعة.